بما ان رمضان السنه دي هل علينا في وسط ظروف انتشار الكورونا، فالصيام في وسط القلق المستمر ده ساعات بيخلي الواحد محتاج يلعب نوعيه معينه من الجيمز تناسب الجو. اهلا وسهلا بيكم، انا هيا برهان من اي جي ان ميدل ايست، ودول 5 العاب مريحين نفسيا مناسبين اللعب بشهر رمضان الكريم السنه دي. اولا جيرني. الفيديو جيمز كلها من أهدافها أنها تخليك تفصل من ضغوط الحياة، بس جيرني خلت استرخاءك هدفها الوحيد. جيرني تعتبر تجربة قصيرة أكتر من أنها فيديو جيم بميكانيكس تقليدية، ولكن المطورين في ذات جيم كومباني قدروا يخلوها خالية تماماً من أي توتر، من أول الشخصية اللي بنلعب بيها وتصميمها وحركتها لحد بيئة اللعبة وألوانها المريحة على العين. ده غير الموسيقى التصويرية الهادئة اللي خلت جيرني أول لعبة ليها ساونتراك تبقى مرشحة لجائزة جرامي في 2013. الجيم بلاي بسيط وهادي جدا، حتى لو كان في مصدر خطر مش هتحس بتوتر. من اكتر الحاجات اللي ادتنا احساس باطمئنان لما لعبناها هي مشاركتنا لرحلتنا مع لاعب اخر التقينا بيه وتعلقنا بيه واحنا مش حاسين. ده من وجهه نظرنا عامل انغمار قوي على الرغم من بساطه اللعبه بقصتها ومحتواها. سواء لعبتوها قبل كده او لا، يمكن دلوقتي من اكتر الاوقات اللي محتاجين فيها لعبه زي جيرني. اللعبه حاليا متاحه مجانا على بلاي ستيشن ستور، وسواء عندك اشتراك بلاي ستيشن بلس او لا، لو نزلت اللعبة قبل ما العرض ده يخلص يوم 5 مايو، جورني هتبقى بتاعتك للأبد. ثانياً، Untitled Goose Game. من اسمها بس هتحس انها تجربة مختلفة، ومن لعبها هتفتكر لعبة Neighbors from Hell بتاعت زمان، بس بتصميم أبسط كتير ودمه أخف. من غير ما تلعبها ممكن تحكم عليها غلط، بس أول ما تلعب دور الوزة وتبدأ تستكشف التودو لستس اللي موجودة هتلاقي إن الموضوع محتاج شوية تفكير وفيه تحدي، بس مش موتر، بالعكس تحدي يخليك تبتسم وتستمتع بوقتك مهما صعب. على قد بساطة تصميمها على قد ما Untitled Goose Game نابضة بالحيوية وتشجعك ما تسيبهاش لحد ما تجيب آخرها وتخدش كل اللي مطلوب من على كل تو دو ليست المتاحه، سواء خدت وقتك او حبيت تتحدى نفسك بسبيد رانز. اللعبه دي متوفره دلوقتي على كل من البلاي ستيشن 4، الاكس بوكس 1، النينتندو سويتش، والبي سي. ثالثا، سلسله كينغدم هارتس. سواء كنت من محبي الجي ار بي جيز او لا، سلسله كينغدم هارتس ما تتفوتش، بالذات لو انت من اكبر محبي ديزني. شفنا منتج الشراكة ما بين سكوير إينكس وديزني لأول مرة في سنة 2002 مع الجزء الأول للسلسلة على البلاي ستيشن 2، والسلسلة فضلت مكملة لحد Kingdom Hearts 3 اللي شفناها السنة اللي فاتت. للعديد Kingdom Hearts مش مجرد سلسلة ألعاب عن ولد بيستكشف عوالم ديزني وخلاص، ولكنها كمان قصة نقية عن الصداقة، الأمل، وإيجاد الهوية. من تجربتي الشخصية، Kingdom Hearts زي البيت والعيلة اللي بنرجع لهم بعد يوم طويل من الشغل أو الدراسة. ألعاب بتحتويك وبتخليك دايماً مطمن وسعيد، بدلاً من العالم الخارجي اللي بيبقى في أوقات مظلم أو مجهد بشكل متزايد. من أحلى الحاجات في Kingdom Hearts، غير تفاؤل وإصرار الشخصية الرئيسية زورا، هي إن السلسلة دي فعلاً بتحسس الواحد بإيجابية لدرجة خد، لدرجة إن بعض اللي جربوها خدوا انطباع إنها طفولية من كتر إيجابيتها، ولكن هي فعلاً مؤثرة وبتغير نظرتك تماماً على الحياة. ساعات الجيم بلاي بيبقى فيه تحدي مش قليل خالص، بالأخص في الباس فايتس، وكتير ممكن تحس انك متلخبط في قصتها المعقدة وشخصياتها اللي ما يتعدوش على الصوابع. ده حتى مبتكر السلسلة اعترف بان هو شخصيا اوقات بيتوه في القصة، ولكن الجو العام للعبة من ألوانها وأصواتها والميني جيمز اللي فيها لحد زورا والكي بليدز وعوالم ديزني، كل ده هو اللي مخلي Kingdom Hearts قريبة قوي للقلب ومريحة للأعصاب. رابعا Dreams. آخر رائعة الميديا موليكيول عبارة عن مصنع للابتكار، قسم الألعاب لقطع وسابها لنا نركبها وخلتنا نصنع ألعابنا الخاصة. الميزة هنا إن Dreams مدية مساحة للي بيحب يبتكر creations في Dream Shaping، وللي بيحب يلعب ويجرب الابتكارات دي في Dream Surfing. في Dreams هتقدر تنحت تماثيل وتنتج مقطوعات موسيقية وتعمل حاجات تانية كتير تطلع منها قطع، والقطعة دي تاخدها وتصنع الجيم أو التجربة بتاعتك. الإمكانيات لا حصر لها، ولو حابب تلعب هتلاقي حرفياً كل الأصناف اللي ممكن تتخيلها بفضل ميديا موليكيول ولاعبين آخرين، من أول الميني جيمز الخفيفة المبتكرة لحد الريميكس للألعاب الكلاسيكية زي كراش بانديكوت. سواء لعبت أو ابتكرت، كل ده مش موتر خالص،
وهيسلي وقتك لفترة طويلة. دريمز بتمثل صناعة الفيديو جيمز بأبسط شكل ممكن، بتوريك تجارب ممتعة وبتشجعك تعمل زيها بطريقتك بنفسك من غير ما تضطر تشتري أو تنزل جيم أنجن على بي سي يستحمل. بفضل ميديا موليكيول، التجربة الفريدة من نوعها دي متاحة على البلاي ستيشن 4، واللي بتديلك فرصة تصنع جيم بالديول شوك كنترولر بتاعك بسهولة. خامساً وأخيراً، Animal Crossing New Horizons. أكيد منسناش اللعبة اللي باعت أكتر من 5 مليون نسخة رقمية في شهر مارس لوحده. لحد دلوقتي مش كل الناس فاهمة ليه اللعبة دي مميزة، حتى اللي بيلعبها وبيحبها محتار، بالذات إن قصتها شديدة البساطة. بتبدأ بخيمة على جزيرة مهجورة وبتبدأ تتعرف على مقيميها وبتبني حياتك وتكبر في بيتك وفي نفسك. ناس كتيرة جدا بتتكلم على إن سبب نجاح Animal Crossing New Horizons هي إن اللعبة بتدي شعور بهدوء وصفاء ذهني ونفسي ألعاب كتيرة تانية معرفتش توصلها للاعبين، وده بسبب أسلوب فنها البسيط، ألوانها النابضة بالحياة، شخصياتها اللطيفة وموسيقتها الهادية. غير كده البيسينج أو تقدم أحداثها الهادي من أحلى مواصفاتها، دايما هيبقى وراك حاجات تعملها بس تاخد راحتك فيها على أقل من مهلك، فما فيش جيم أوفر ولا عداد شغال يصربعك أو يستعجلك زي ما موجود في بقية الألعاب. اللي دقيق برضو في اللعبة دي هي الساعة والتاريخ اللي بيمشوا مع حياتنا الحقيقية ثانية بثانية، فلو انت صحيت الصبح الساعة 9 هتفتح تلاقي الايلاند بتاعتك الساعة 9 في نفس اليوم بأنشطة تليق بالمعاد ده وهكذا. وعلشان يتماشى مع نظام الريل تايم بتاع اللعبة، بتختار انت موجود في انهي نص للكرة الأرضية علشان مواسم السنة في اللعبة تبقى مطابقة لكل موسم انت بتعيشه في الحقيقة في وقته المظبوط. كل الحاجات دي، الروتين أو النمط بتاع اللعبة سواء كتصميم أو كجيم بلاي، بتدي إحساس لينا كلاعبين بأننا متحكمين في حياتنا الافتراضية بالتوقيت اللي ريحنا، على عكس الواقع الحالي اللي مخلينا في وسط ظروف إحنا مش عارفين هتخلص إمتى وما عندناش تحكم قوي في قراراتنا أو أنشطتنا بسببها. غير كده اللعبة بتقلل من وحدة الحظر لأننا نقدر نلعبها أونلاين مع أصدقائنا ونزور بعض فيها. كل دي أسباب ممكن تخلي Animal Crossing New Horizons من أكتر الألعاب الملائمة للفترة الحالية. لعبة هادية بلا نهاية وملائمة لرمضان. ودول كانوا خمس ألعاب ننصحكم بلعبها في رمضان وأثناء الحظر علشان قلقكم يقل ووقتكم ينشغل. عرفونا انتم بتلعبوا ايه الفترة دي، ممكن يبقى مريح نفسيا برضو، قولونا في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة علشان ما يفوتكمش فيديوهاتنا. رمضان كريم عليكم كلكم. للمزيد عن عالم الألعاب والترفيه تابعونا على IGN Middle East.